السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ عبد الصمد بطان، أستاذ تعليم الثانوي التأهيلي المادة العلوم الفيزيائية بثانوية الحجاج التأهيلية. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، اللي مطلوب منكم الآن هو أنكم تكونوا على عزلة بعيدا عن الضجيج، وتحاولوا أنكم تاخذوا قلم و دفتر لإنجاز معي هذه التمارين. الآن اخترت لكم في هذه الحصة تمرينين للدعم والتقوية. هذين التمرينين يتعلقان بدرس تجميع الموصلات الأومية في جزء الكهرباء. إذن على بركة الله نبدأ في التمرين الأول. بالنسبة للتمرين الأول، يهدف إلى تثبيت المعارف الأساسية لدرس الموصلات الأومية، كذلك تطبيق مباشر لقانون أوم وقانون العقد، وأخيرا التمييز بين التركيب على التوالي والتركيب على التوازي. إذن عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، فيما يتعلق بمعطيات هذا التمرين يقول: نعتبر الدارة الكهربائية التالية، بحيث هي هذه الدارة التي تشاهدونها أمامكم، تتكون من 4 موصلات أومية و مولد. طبيعة الحال ممثل عليها منح التيار، وممثل عليها كذلك منح التوتر. كما تلاحظون أعزائي التلاميذ، هو أن هذه الموصلات، هناك موصلات مركبة على التوالي وهناك موصلات مركبة على التوازي في نفس الدارة. إذن فيما يخص المعطيات، نعطي UP1 تساوي 6 فولت، U2 تساوي 4 فولت، U3 تساوي 1 فولت. السؤال الأول: أحسب U4 و U2. ثانيا: أحسب I3 علما أن R3 تساوي 100 أوم. ثالثاً: أحسب E2 علماً أن R2 تساوي 200 أوم. وأخيراً أربعة يقول: استنتج قيمة كل من R4، R1 و E1. إذن على بركة الله نذهب إلى الحل. الحل: أولاً حساب U4 و U2. إذا من خلال الشكل لدينا، سنأخذ الشق المناسب الذي نريد أن نشتغل عليه، وبالتالي ما يهمنا هو هذا الجزء من الدارة الكهربائية اللي هو اللي غادي نجبدو منه U1. نلاحظ أن هذين الموصلين مركبين على التوازي، وبالتالي حسب قانون إضافيات التوترات شنو عندنا؟ عندنا U2 تساوي UP1 زائد U1. علاش؟ لأن عندما يكون لدينا تركيب على التوازي، فإن التوتر كيكون يساوي، كيكون هو نفسه في التركيب على التوازي. متفقين أعزائي التلاميذ؟ وبالتالي فاللي باغي عندنا هو U1 ماذا تساوي؟ تساوي U2 ناقص UPN. بطبيعة الحال عندنا المعطيات، سنعوض كل مقدار بقيمته، فنجد تساوي 2 فولت. أعزائي التلاميذ، ما يوقعش لكم شي خلط أو لا شي كما كنقولوا ارتباك بالنسبة للقيمة السالبة. لماذا؟ لأن كما نلاحظ على الشكل أن
المنحة ديال التوتر اي واحد هو نفس منحة ديال التيار، يعني لهما نفس المنحة. وفي اصطلاح المستقبل كما رأيتم في الدرس، عندما يكون للمستقبل والمولد نفس المنحة فكتكون القيمة ديال المستقبل ديال التوتر كتكون سالبة. إلا بغيناها تكون موجبة خاص يكون المنحة ديال التوتر ديال المستقبل عكس منحة ديال المولد، عكس منحة التيار اللي كيخرج من المولد. متفقين؟ فيما يخص U 4 كذلك سنأخذ الشق المناسب، إذا اللي غادي نشتغل عليه هو الشق الثاني من الدائرة الكهربائية كما تلاحظون. كذلك نفس الطريقة حسب قانون إضافية التوترات، شنو عندنا؟ U2 تساوي U3 زائد U4. يكفي أنني نحول U4 للطرف الثاني فنجد U4 تساوي U2 ناقص U3 تساوي 3 فولت، وبالتالي سنعوض كل مقدار بقيمته. فيما يخص السؤال الثاني، حساب اي 3 علما ان اغ 3 تساوي 100 اوم، من طبيعة الحال تطبيق مباشر لقانون اوم. قانون اوم ماذا يقول؟ اي 3 تساوي اغ 3 في اي 3. الهدف ديالنا هو نجبدو اي 3. اي 3 ماذا تساوي؟ تساوي U 3 على R 3. يكفي أننا نعوض كل مقدار بقيمته، فنجد أن اي 3 تساوي 0.01 أمبير. إلى بغينا نحولها لميلي أمبير كنضربها في 10 أس ناقص 3 بطبيعة الحال، لأن 1 أمبير يساوي 10 أس ناقص 3 ميلي أمبير. نفس الطريقة حساب إي 2 علما أن آر 2 تساوي 200 أوم. لدينا حسب قانون أوم إي 2 تساوي آر 2 في إي 2. بنفس الطريقة سنحصل على هذه النتيجة، اي 2 تساوي 20 ميلي أمبير. بنفس الطريقة أعزائي التلاميذ، إذن حاولوا أنكم تخوضوا الوقت الكافي ديالكم باش تمعنوا في هاد الأجوبة. فيما يخص السؤال الأخير اللي هو استنتاج قيمة كل من أغ 4 أغ 1 و إي 1، بطبيعة الحال سنستعمل دائما قانون، هنا في هذا السؤال هذا سنستعمل قانون العقد. قانون العقد ماذا يقول؟ إي 1 تساوي إي 2 زائد إي 3. عندنا إي 1 10 ملي أمبير، عندنا إي 2 تساوي 20 ملي أمبير، إي 3 تساوي 10 ملي أمبير، وبالتالي المجموع ديالهم يعطينا 30 ملي أمبير. فيما يخص أغ 1 سنطبق قانون أوم. إي 1 تساوي أغ 1 و في إي 1، وبالتالي أغ 1 تساوي إي 1 على إي 1 تساوي 67 أوم. يكفي أننا نعوض كل مقدار بقيمته فنجد هذه القيمة. كذلك بنفس الطريقة قانون أوم، أغ 4 تساوي إي 4 على إي 4 فنجد تساوي 300 أوم. والآن ننتقل إلى التمرين الثاني. فيما يخص التمرين الثاني فإنه يهدف إلى ترسيخ المفاهيم الأساسية للدرس، معرفة بعض التقنيات للإجابة عن الأسئلة الغير مباشرة. الآن هنا يولي عندنا أسئلة غير مباشرة أيها أعزائي التلاميذ،
كذلك التمكن من حل مسألة تتعلق بدرس الموصلات الأمية. إذن فيما يخص معطيات هذا التمرين أعزائي التلاميذ، تقول: نعتبر جزءا من دار كهربائية مكونة من موصلات أمية مركبة كما يوضح الشكل التالي. هذه هي الدار التي سنستغل عليها من طبيعة الحال. كذلك هناك تركيبات على التوازي، تركيبات على التوالي إلى آخره. الآن نمر إلى المعطيات. المعطيات عندنا R1 تساوي 2 أوم، R2 تساوي 3 أوم، R3 تساوي، R4 تساوي 6 أوم. السؤال الأول يقول: أحسب R equivalent اللي هي المقاومة المكافئة لهذا التركيب ككل، يعني بين المربطين A و B. إذن الهدف شنو هو؟ هو أننا نحسب المقاومة المكافئة لهذه المقاومات ككل، يعني هذه المقاومات بأربعة. ثانيا، علما أن التوتر المطبق على الجزء AB هو UAB كتساوي 12 فولت. السؤال هو: أحسب الشدات التالية A4 A3 E2 E1 و E بين المربطين AB للتيارات الكهربائية المارة في كل فرع من فروع التركيب. إذا الآن أعزائي التلاميذ سنمر إلى الحل، يعني حاولوا أنكم تخوضوا الوقت الكافي، وأنا كذلك سأعطيكم الوقت الكافي للتمعن في هذه المعطيات. السؤال الأول هو حساب قيمة المقاومة المكافئة للتركيب التالي. أولا ماذا نأخذ؟ سنأخذ نحسب أولا المقاومة المكافئة لـ R2 و R3. ماذا نلاحظ؟ أن هذا التركيب فهو تركيب على التوازي. أعزائي التلاميذ، أنكم خاصكم تكونوا عارفين كيفاش كنحسبوا تجميع ديال المقاومات ملي كيكون عندنا التركيب على التوازي، وكذلك تكونوا تميزوا مع التركيب على التوالي. إذا في هذه الحالة عندنا التركيب على التوازي، وبالتالي واحد على R إكيفالون، بمعنى واحد على R جوج ثلاثة اللي هي المقاومة المكافئة لهذا الفرع هذا، اش كتساوي؟ واحد على R2 زائد واحد على R3. ماذا نقوم؟ سنقوم بتوحيد المقام، بطبيعة الحال، ونقوم بقلب هذه المعادلة، بمعنى المقام سيصبح هو البسط، والبسط سيصبح هو المقام في مكان البسط، والبسط سيصبح في مكان المقام. إذا النتيجة هي R2 3 اللي هي المقاومة المكافئة تساوي R2 في R3 على R2 زائد R3. يكفي أننا نعوض كل مقاومة بالقيمة ديالها، 3 في 6 زائد 3 على 3 زائد 6 تساوي 18 على 9 تساوي 2 أوم. وبالتالي حاولنا أننا نحسب المقاومة المكافئة لهذا الفرع هذا. والآن نمر إلى التركيب سيصبح على هذه الشاكلة. إذن ما بقاش لنا تركيب، ما بقاش لنا هذاك الفرع ديال R2 و R3، ولات لنا مقاومة واحدة، وأصبح لدينا تركيب على التوالي ما بين R1 و R2 3. وبالتالي أصبحت الدارة مبسطة بشكل كبير. الآن سنحسب المقاومة المكافئة R1 و R2 3، متفقين؟ إذن لتكون R1 2 3 المقاومة المكافئة R1 و R2 3 مركبتين على التوالي، وبالتالي التجميع ديالهم يكون بسيط جدا. سنقوم بتجميع مباشر
نستعملوا لا مقام ولا بسط، وبالتالي سيصبح الشكل على هذه الطريقة. فيما يخص المعادلة هي هذه، آخ واحد زائد اثنان على ثلاثة تساوي آخ واحد زائد آخ اثنان ثلاثة، وبالتالي تساوي اثنان زائد اثنان تساوي أربعة أوم. أعتذر أنني نسيت الوحدة اللي هي أوم. إذن الشكل سيصبح على هذه الطريقة، كأن الشكل أصبح يتكون من مقاومتين آخ أربعة وآخ واحد جوج على ثلاثة، وبالتالي ماذا نلاحظ؟ أن هاتين المقاومتين مركبتين على التوازي. إذن نطبق الطريقة الأولى، واحد على آخ أه، هذا آخ أه هي المقاومة اللي كتجمعهم كاملين، تساوي واحد على آخ أربعة زائد واحد على آخ واحد زائد اثنان على ثلاثة. يكفي أنني نوحد المقام ونقلب وسنحصل على النتيجة اللي هي آخ أه تساوي كما تلاحظون في الشكل، من اللي غادي نعوض هادو بالقيم ديالو، أربعة في ستة مقسومة على أربعة زائد ستة كما تلاحظون، وبالتالي ستعطينا 2.4 أوم. إذن المقاومة المكافئة للضارة ككل تساوي 2.4 أوم. متفقين أعزائي التلاميذ؟ وبالتالي كيبان لي زعما الطريقة سهلة، حاولوا أنكم تخوضوا الوقت الكافي، وأنا بدوري سأعطيكم الوقت الكافي باش تمعنوا فيه كما تلاحظون. والآن سنمر إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني ماذا يقول؟ هو حساب الشدات التالية اي واحد و اي اثنان و اي ثلاثة اي اربعة واخيرا اي. الف حساب الشدة اي، ماذا نطبق في هذه الحالة؟ نطبق قانون اوم، بحيث قانون اوم بين المربطين او بي U أربي تساوي أغ أه، أغ أه هي المقاومة ككل المكافئة لهذه المقاومة كاملة اللي شفناها في إي. ومنه إي تساوي 5 أمبير، إي تساوي 5 أمبير. أعتذر لأنني أشتغل هنا بالهاتف أعزائي التلاميذ، أن إي تساوي U أربي على اغ او تساوي 12 مقسومة على 2.4 تساوي 5 أمبير بشكل بسيط جدا. أعزائي التلاميذ حاولوا أنكم تخوضوا الشكل، تحاولوا أنكم تخوضوا الوقت الكافي ديالكم، باللي راه اي تساوي او بي مقسومة على اغ او تساوي 12 مقسومة على 2.4 ستعطينا القيمة 5 أمبير. ب حساب الشدة أخ أربعة، أخ أربعة سنأخذ الشق المناسب من الدارة الكهربائية ديالنا. لدينا الدارة اللي غنشتغل عليها هي أخ أربعة وأخ واحد زائد اثنان على ثلاثة. هنايا سنستغل بقانون الحقل. لدينا اي تساوي اي واحد زائد اي اربعة، يعني المعادلة الاولى، وكذلك عندنا اي عفوا اخ واحد زائد اثنان على ثلاثة في اي واحد تساوي اخ اربعة في اي اربعة. علاش كتبنا هذه المعادلة الثانية؟ لان اولا منين جات هذه المعادلة الثانية؟ جات من هذا التركيب على التوازي، راه كيكون سأعيد توتر في الفروع سيكون هو نفسه، يعني الفرع الأول التوتر اللي فيه يساوي التوتر في الفرع الثاني. ويكفي أننا نكتب U أربعة تساوي U واحد، نعوض U أربعة بالقيمة ديالها ونعوض U واحد بالقيمة ديالها، فنجد المعادلة الثانية. أعزائي التلاميذ، من خلال المعادلة الثانية اي واحد تساوي اربعة
تساوي R 4 في E 4 مقسومة على R 1 زائد 2 على 3 تعطينا نعوض المعادلة الثانية في المعادلة الأولى فنجد هنا ماذا قمنا؟ قمنا بعملية توحيد عفوا بعملية التعميل يكفي أننا نعمل ب 4 فنجد اي 4 عامل 1 زائد اغ 4 على اغ 1 زائد 2 3 وبالتالي يكفي أننا نعوض كل مقدار بالقيمة ديالو ونخرجوا اي 4 فنجد النتيجة هي هذه اللي كتظهر على الشاشة ديالكم بالتالي اي 4 تساوي 2 امبير نمر الى الشدة اي 1 هنا نطبق مباشرة قانون العقد اي تساوي اي 4 زائد اي 1 وبالتالي اي 1 تساوي اي ناقص اي 4 نعوض كل مقدار قيمتي فنجد اي 1 تساوي 3 امبير نمر في حساب الشدة اي 3 سنطبق هذاك الشيء اللي شفناه في اي 4 بنفس الطريقه بنفس الاستراتيجيه خدينا الان الفرع او الجزء من الدار اللي غنشتغل عليه هو هذا الذي يظهر امامكم وبالتالي سنستخرج كذلك معادلتين المعادله 3 R 2 في E 2 تساوي R 3 في E 3 وكذلك المعادلة الرابعة اللي هي E 1 تساوي E 2 زائد E 3 من خلال المعادلة 3 رحنا حصلنا على E 2 تساوي R 3 في E 3 مقسوم على R 2 نعوضها في 4 نقوم بعملية تعميل فنجد E 3 E 1 تساوي E 3 عامل 1 زائد R 3 على R 2 وبالتالي نجبدوا R 3 نعوضوا كل مقدار بالقيمة ديالو فنحصل على E 3 تساوي 1 أمبير أعزائي التلاميذ أنكم حاولوا ما أمكن أنكم تخوضوا الوقت الكافي ديالكم هذا الشيء راه ساهل وبنفس الطريقة اللي خرجنا بها E 4 فيما يخص E 2 كذلك راه نفس الطريقة اللي خرجنا بها الشدة E 2 من خلال قانون العقد اي 2 تساوي اي 1 ناقص اي 3 تساوي 2 امبير وبالتالي النتيجه ديال هذاك السؤال الثاني ككل سنحصل على اي 1 تساوي 5 امبير اي تساوي 5 امبير اي 1 تساوي 3 امبير اي 2 تساوي 2 امبير اي 3 تساوي 1 امبير اي 4 تساوي 2 امبير وبالتالي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذين التمرينين اللي كنتمنى أنكم تكونوا استفدتم منهم بشكل جيد ويكونوا ساهموا في تثبيت المعارف ديالكم أعزائي التلاميذ إذن أشكركم على حسن المتابعة كما نتمنى لكم أن تكونوا على صحة جيدة وأن تحترموا لهذا الوقت اللي احنا فيه ديال الحجر الصحي وانكم تحاولوا ما امكن انكم تتبعوا النصائح اللي كيتقدموا لنا على قنوات التلفزيونيه كذلك اذكركم اعزائي التلاميذ ان هذه الفتره ليست فتره عطله وانما هي فتره الدراسه حاولوا ما امكن انكم تتبعوا بشكل جيد وخذوا هذا الشيء بحزم وبعزيمة قوية إن شاء الله فسيكون هذا التمارين ستدعم القدرات ديالكم ستثبت كذلك المعارف ديالكم أعزائي التلاميذ إلى فرصة قادمة بحول الله أشكركم وأتمنى لكم صحة جيدة وإلى اللقاء